كيكة شاي الكرك، هالكيكة الغرقانة صوص كمان بنكهة الكرك، كيكة خارجة عن المألوف، طعمها خرافي، طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ورح تعشقوها قد ما هي طيبة. بالبداية رح أحط 4 بيضات معهم كوب من السكر، معلقة من الفانيلا، ولازم تخفقوهم كتير منيح ليصير خليط البيض مثل الفوم. بعد هيك بضيف عليهم كوب من الزيت وبعدين بخفقهم شوي، وباخذ مغلفين من شاي كرك منتلين وبحطهم بكوب مي مغلية، بحركهم كتير منيح وبضيفهم فوق خليط البيض وبعدين بحطهم مع بعض وحركهم. منضيف 3 أكواب من الطحين، معلقة من البيكنج باودر، نص معلقة من البيكنج صودا، بنخفقهم خفقة سريعة وبنحطهم بالبايركس المدهون فقط زيت. بتدخلوها على الفرن على حرارة 180 ل 45 دقيقة. بدي احضر لها صوص شاي الكرك اللي هو عبارة عن كوب من الحليب، كوب من الكريمة او القشطة، ومغلفين من شاي كرك منتلين. خزقت الكيكة وحطيت عليها الصوص، الصوص لازم يكون دافي والكيكة دافية. زينوها بالكريمة او اي شيء بدكم اياه وخرافية قد ما هي بتشهي.